هذا اجتماع ديال اللجنة التحضيرية بكامل عضواته وأعضائه، وهذا الاجتماع يترجم ويجسد كذلك واحد القناعة تبلورات بصعوبة. الأولى نعترفوا بكل صراحة، قناعة اللي تبلورات في صفوف المناضلات ديال الحزب بصعوبة خلال مختلف أطوار الأزمة اللي عشناها. القناعة مفادها أنه القيادات ديال الحزب وفي مقدمتهم الأمين العام لا يمكن أبدا أن يسمح بتشتيت لحمة الحزب، لأن الحزب النهار اللي تخلق تخلق ماشي بقرار فلان أو فلان، الحزب تخلق كتعبير كاستجابة لحاجة موضوعية كاينة في المجتمع ديالنا. والحزب مدة 11 سنة من عمره قام قدم المساهمة ديالو الوطنية المتواضعة، أهم تلك المساهمة هي أنه ضمن واحد النمط من أنماط التوازن داخل الحقل السياسي الوطني. القناعة اللي تبلورت في صفوف الحزب واللي رسخات قناعة المصارحة والوحدة نابعة من إيمان بأن الحزب خصو يستمر موحد باش يدي الدور ديالو كي لا يصبح العرض السياسي المهيمن في الساحة السياسية الوطنية عرض مستمر وعرض دائم. ولذلك هذه المصارحة اللي اتفقت عليها القيادات ديال الحزب واللي لقيت استحسان كبير من مختلف المناضلات والمناضلين والمنتخبات والمنتخبين نتجات الظروف ديالها، وستستمر بكل تأكيد وستجمع المناضلين ديال الحزب باش يمشيو للمؤتمر الوطني ديالهم بنفس وحدوي. المؤتمر هي محطة سياسية وتنظيمية، يفترض انه يكون مؤتمر ديال لم شمل الباميات والباميين، ولكن ايضا مؤتمر اللي كيخص الحزب يقدم فيها اجوبه واضحه ويقدم فيها عرض سياسي واضح على كل القضايا والاسئله الكبرى اللي مطروحه على جدول اعمال البلاد، ماشي فقط في ارتباط الاجنده الانتخابيه القريبه، ولكن ايضا في ارتباط بالاوراش الاصلاحيه المؤسساتيه الكبرى اللي هي مطروحه على بلادنا، وفي مقدمتها الورش الجهويه المتقدمه، وفي مقدمتها الورش ديال إعادة صياغة النموذج التنموي الذي يفترض أن يقدم أجوبة على المعضلات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ديال المغاربة في محيط، دائما كنستحضروا هذه القضية، في محيط جهوي وإقليمي معقد ويفرض على بلادنا تحديات مستمرة وتحديات متفاقمة. إذن المصارحة التي ستتجسد في اجتماع ديال اللجنة التحضيرية اليوم، المصارحة ماشي تكتيك ماشي مناورة، ولكن المصارحة هي قناعة راسخة تبلورات الأزمة اللي عشناها. نحن ننظر إليها من زاوية أنها كتعكس واحد المظهر من مظاهر أزمة نمو حزب، حزب في عمره 11 عام، حزب صار رقم أساسي في المعادلة الحزبية والمعادلة السياسية الوطنية، والحزب يصر بطموح قياداته وبطموح مناضلاته ومناضليه أن يحافظ على مكانته، بل أن يعزز المكانة ديالو في أفق الانتخابات المقبلة. ولذلك فهذا المحطة اليوم طوينا فيها إن شاء الله بصفة لا رجعة فيها الدروس الأليمة للأزمة اللي عشناها، وهذه الأزمة ولات الآن جزء من ذاكرة الحزب، احنا غتبقى حية عندنا فقط من زاوية أننا نستخلص منها العبر والدروس باش نكملوا المسيرة ديالنا. ولذلك اللي مطروح على جدول أعمال اللجنة التحضيرية اليوم هو تكريس روح الوحدة وروح المصارحة، هو ثانيا التوافق على تحديد تاريخ المؤتمر الوطني الرابع اللي بغينا يكون في اقرب فرصه ممكنه باش الحزب يحترم المواعيد القانونيه ديالو، وبغينا كذلك تطارق الديناميه الى الجهات والى الاقاليم باش كل المناضلين ديالنا والمناضلات ديالنا والمنتخبين ديالنا في مختلف مواقع المغرب ينخرطوا في هذا الروح المصالحه والانصاف، في هذا الروح ديال الوحده، باش يمكننا ننجحوا المؤتمر ديالنا بكل الرهانات الكبيره المعقوده عليه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.